السلام عليكم. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نتعرف على كيفية حساب عدد السايتيشن لأي مجلة في مستوى أبسكوباس. في البداية الحساب اللي يجب أن يكون لديك يجب أن يكون مدعوم من أحد الجامعات. الحساب الشخصي ما تقدر تستخدمه لعمل أناليسيس. خلينا نشوف شنو الفرق بين الحسابين. راح أدخل كحسابي الشخصي وحسابي في جامعة ديالة. عندي هذا حسابي الشخصي، فندخل عليه ونشوف المميزات اللي يقدر يعطيني اياها. في هذا الحساب اقدر ابحث عن الباحث اللي ناشر بسكوباس، واقدر ابحث عن المجلات اللي مفارسة في مستوى بسكوباس. هذا فقط اللي اقدر اسويه. زين، راح اخرج من هذا وادخل على حسابي ضمن جامعة ديالي. هذا الحساب راح تظهر لي هذه الواجهة. زين، اذهب على السيرج. طبعا بالبداية طبعا لين نسوي سيرج مسبقا راح تظهر لك هي هذا الخانة ارتكال. زين، انا طبعا بالمناسبة انا راح استخدم ديالا جورنال اوف انجينيرنج ساينس، مجلة ديالا العلوم الهندسية، كمثال لحساب السايتيشن في هذا الفيديو. زين، مجلة ديالا العلوم الهندسية هي غير مفارسة ضمن المستوى اوتسكوباس. زين، شلون انا راح احسب السايتيشن مالتها؟ اذا اروح على السورس راح تظهر لي على المجلات اللي هي مفارسة. انا راح ادخل على السيرش. زين، فايش راح اسوي؟ اروح طبعا هي عدة طرق لحساب السايتيشن. انا شفتها ابسط طريقة هي عن طريق الرفرنس. شلون عن طريق الرفرنس؟ اذا بحث في مستوى ابسكوباس يسوي سايتيشن لمجلة ديال العلوم الهندسية ديال جورنال اوف انجينيرنج ساينس، وين راح يظهر اسمها؟ يظهر اسمها بالرفرنس. زين، راح يظهر الاسم بالسايتيشن اكيد بالرفرنس. وانا ايش راح اسوي؟ هقول للبحث ابحث لي بالرفرنس references اللي البحوث اللي في مستوى ابسكوباس بها هذا الاسم. زين، ايش تكتب هنا؟ تكتب اسم المجلة. واضافة الى هذا ايش كتبت اني؟ كتبت ديالة j.ing.science. ليش هذا كتبته بالبحث؟ لان بعض المجلات بالرفرنس مالتها ما تكتب اسم المجلة كامل، تكتبها بهذه الصيغة مختصر. زين، وممكن نلاحظها في برنامج مينلي لكتابة المصادر، أيضا في بعض الأحيان يكتب ليها مختصر، فلذلك أنا كتبتها بهذا الصيغة حتى يظهر لي كل الاسم، لأن هذا أيضا هو تابع هذا من نشوف هذا هو هذا مال مجلتنا. زين، أعطي سيرش. زين، أنا هنا أنا يمكن أكون هنا، ها هنا أنا مكاتب R، ما ظهر لي R، يعني REF اللي هي لازم أعطي edit، أكتبها كامل. طبعا هي الآن يعني ما يحتاج تكتبها، هي مباشرة راح تظهر لك بالبحث. هي بس تكتب اسم المجلة يقول لك يعني دي يبحث عن ديالة ودي يبحث عن جورنال وده يبحث عن الانجينيرنج وعن الساينس وكذلك هنا، فتعطي سيرش. انا لين هنا بجيت كاتب REF. زين، ظهرت هذه النتائج. خلينا نشوف شنو هذه النتائج. بالمناسبة تقدر تبحث العفو تحفظ هذا السيرش، تضغط هنا انا لين حافظه. زين، وتروح على من تحفظه تروح مثلا يعني ليش كل مرة تدخل تكتب مجل يعني اسم المجلة، تدخل على صورة حافظة اي حافظة، تدخل مباشرة على هذا ويظهر لك ايش قد عدد السايتيشن. خلينا نرجع ونشوف التحليل شلون راح نحسب السايتيشن. الآن خلينا نشوف ظهر لي هذا الرقم 834. شنو المقصود به؟ 834 بحث مسوي سايتيشن للمجلة أو دوكومنت مسوي سايتيشن للمجلة. زين، هذا هو عدد السايتيشن للمجلة؟ لا،
المفروض انه اكثر. زين ليش اكثر؟ لان ممكن كل بحث يسوي اكثر من مره سايتيشن انه. زين يعني في بحث واحد يسوي مثلا البحثين او ثلاثه المجلتين، فممكن او يعني احتمال كلش كبير انه هذا الرقم يزيد. زين انا شو راح احسب السايتيشن؟ اروح اذا نشوف هنا هذه عدد هي البحوث اللي تظهر لي هنا، البحوث اللي هي في مستوى عبسكواوس مسويت لي سايتيشن، انا ما اريدها، انا اريد اللي سكندري دوكمنت اللي هي شنو هي البحوث اللي مسوي لها سايتيشن في مجلتنا. شوف مثل ما تلاحظ هذا اسم المجله، مثل ما تلاحظ انه شوف هنا كاتب ليها اسم المجله كامل، هذا في احد المجلات. هنا اجي اسم المجله ما كاتبها كامل، مثل ما قلت لكم الدوت هاي اللي كتبتها اني، كذلك هنا زين. اللي هو كم بحث عندنا 296 دوكمنت. زين كم سايتيشن كم مره مسوي له؟ يعني ممكن البحث الواحد ممكن مسوي له فد ممكن 18 مره سايتيشن. هذا مو ليس السايتيشن، هذا الرقم ليس السايتيشن، هذا الرقم البحث الدوكمنت. زين بالمناسبة أقدر أبحث عن سايتيشن لباحث معين لتخصص معين. زين فش راح أقول له؟ أقول له all. هنا ايش راح أسوي؟ راح أنزل ملف أكسل، أذهب على CSV وأنزل export، أنزل ملف الأكسل، بدي يحمل. نزل الملف، افتح الملف. زين اشوف هذه الخانه اللي هي خانه ام بها سايت باي، اللي هذا هو نمبر السايتيشن اللي عندي. زين انا اريد اجمع هذا السايتيشن كله، طبعا هو انا ايش يقول لي؟ يقول لي كل يعني هذا شوف مجله دياله العلوم الهندسيه وهذا التايتل عنوان البحث. زين اريد اجمع انا السايتيشن، اروح باي مكان حتى هنا مثلا. زين يساوي ام هي سميشن. زين اروح وين الام؟ هذا اول ام عندي اللي هو الام 2. زين تقدر تخلي فارزه او نقطتين، تقدر يعني تسحبه او تقدر يعني حتى باي مكان هنا حتى لو فارغ وتضغط انتر. نجي نشوفها ايش ظهر لي. ظهر لي 881 سايتيشن جاي للمجلة. زين طبعا هذا بالمناسبة نسيت اذكر، اذا ارجع هنا انا المفروض محدد من يا سنة الى يا سنة. اذا اجي انا طبعا محددها كانت 2012 الى 2023. زين هي اللي راح تظهر نفسها، ايضا تعطي اول، لا تنسى هاي الاول، لان اذا بس هذه بدونها راح ياخذ لك فقط اخر سنه 23. زين على سبيل المثال خلينا ناخذ اخر 4 سنوات، هناخذ 20 الى 23، لان بسكوبس هم يهتمون بعدد سايتيشن لاخر 4 سنوات. زين اجي على الاول، ايضا راح انزل الملف في الاكسل، أعطيك سبورت. ننتظر الملف، هذا هو، خلينا نشوف ايش قد جاينا سايتيشن بآخر 4 سنوات. أعطي يساوي اس يو ام. هي نفس المفروض ام 2 إلى، طبعا أقدر أكتب فارزة، فارزة ام يعني خلنا نكتب ألف أو نكتب 2000 أي رقم يعني حتى أنا المقصود بي إنه للنهاية ياخذ ليها. أعطي ناخذ يساوي سي إم، ناخذ ليش غلطت؟ نجي نسحبه. شوف ايش قد 92 سايتيشن في اخر 4 سنوات. ها
هذا. زين خلينا نشوف بعد شنو المميزات اللي ممكن ينطيني اياها. اذا اروح على ارجع على الدوكيومنت، زين اذهب على الانالايز ريزالت، هذا ايش راح يعطيني؟ يعطيني تحليل بياني للمجله. طبعا هو كاتب لي من 95 الى 2024. زين ايضا هنا عدد الدوكيومنت اللي عندي. زين بس الصور اخاف، لا لا اوكي صح. زين هنا عدد الباحثين اللي بسوي لي اكثر سايتيشن اني. زين هنا الجامعات اللي مسويه سايتيشن اللي هنا جامعة ديالى وران بغداد. زين الدول كذلك اللي مسوي سايتيشن، العراق، الهند، الصين، ماليزيا، ايران، تركيا. زين هنا شنو هنا راح صور التخصص، لا هنا نوع البحث اذا كان اذا كان ريفيو او كونفرنس. زين هنا التخصص نضغط عليه، يعني كيميكال، كيمستري، كمبيوتر، ماتيريالز. زين هذه هي التخصصات. وبنفس الطريقة اللي أنا استخدمتها تقدر تبحث عن أي مجلة، أو مثل ما ذكرت يفضل قلت لكم إنه تكتب أيضا اسم المجلة كمختصر. زين بعد ما ناس شيء ثاني إن شاء الله. إن شاء الله الفيديو كان مفيد لحضراتكم أو واضح لحضراتكم، وشكرا.